اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تفعيل شريط الأدوات المفتاح. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على الأدوات العامة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على ضبط لوحة المفتاح سامسونج، ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على شريط الأدوات لوحة المفتاح. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل شريط أدوات لوحة المفتاح، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.